وسع يا عم انت وهو. في ايه؟ اتوسع يا عم انت وهو، عايز ادخل بيتي. ما بقاش بيتك يا طالح بيه، ده بقى بيت عبد الله العطار الكبير. انت اتجننت ولا ايه؟ ايه؟ عامل لك دوشه ليه يا ولدي؟ في ايه يا عم غزال؟ الحيوانات دول مانعيني ان انا ادخل بيتي؟ دول مش حيوانات، واحترم نفسك بدل ما بسلاحهم يخلوك تحترم نفسك زي ما عملنا مع اخوه. اخويا مين؟ انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ وسع كده، عايز ادخل اشوف امي. سيبوه يخش. هو في ايه يا عبد الله؟ ولا حاجه يا صالح يا واد عمي. جيت اخد حقي بالاصول، امك واخواتك ما رضوش يدهولي، خدته بدراعي زي ما ابوك الله يرحمه علمنا. تمام. عملت ايه في امي واخواتي يا عبد الله؟ وصلتهم المستشفى. انا ما تفوتنيش الاصول ابدا يا صالح. وبالنسبه لاختك سلمى، هي في الحفظ والصون هنا لحد ما يجي اخويا علي ونعمل فرحها. ايوه، هو طلبها مني وانا وافقت، ولما الكبير يوافق يبقى تبارك يا صالح. كبير مين يا عبد الله؟ اتجننت ولا ايه؟ انا مش همشي من هنا غير اختي سلمى في ايدي. لا تمشي يا صالح. وبعدين بقول لك ايه، قصر في الكلام يكسر، انا دماغي مش ناقصه، انا عندي ضيف مهم جوه وما بحبش اتاخر على ضيوفي، خصوصا في بيتي. بيتك؟ ده انت اتجننت فعلا. بس ورحمه ابويا يا عبد الله، ورحمه ابويا زين العطار، اللي هوريك اللي يخليك تبكي دم. عبد الله العطار ما بيبكيش، انا بكيت مره واحده زمان وخلاص مش هبكي تاني. وبعدين يا خيبان، انت مش كنت مسافر؟ ايه اللي جابك؟ ما تروح زي ما كنت بتروح طول عمرك، اهرب واستخبى يا صالح. يعز عليا اللي يحكي لزين العطار اللي انا عملته يكون انت ساب الموضوع ده لزكريا. خدوه من هنا، ولو رجع تاني اقتلوه. وسع انت وهو، وسع. لو راجل يا عبد الله تعالى هنا. معلش يا صالح يا واد عمي. ماشي، ما فاضيش. هوريك يا عبد الله. اوعى. الدنيا كلها مقلوبه، هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بص شوف، البرامج كلها قلبت الدنيا عليك وعلى عم زين الله يرحمه، بالذات الراجل اللي اسمه جلال ده، مفيش بيت في مصر ما بيتفرجش عليه. كانوا مستضيفين واحد من شويه كده بيتكلم عن حق البلد منكو، وبيقولوا ان انت عندك خلل نفسي بسبب موت ابوك الله يرحمه. عايزين يعملوا زي ما عملوا مع عم سليم، يقلبوها قضيه راي عام. مش بس كده، ده الفيسبوك كله مقلوب عليك. ماشي ماشي كده وكده، هي مش هتخلص بالسرعة اللي احنا عايزينها. وبعدين يا زكريا، كلميلي مهدي. مهدي، انت ناوي على ايه بالظبط؟ فارس، الحمد لله على سلامتك. أنا فين؟ هو أنت هنا في مستشفى حكومة؟ بصراحة أنا لقيتك مرمي في الطريق وكنت متبهدل على الآخر فجبتك هنا. أنا عارفة أن المستشفى مش قد المقام، بس بصراحة هي على قد فلوسي. أنت عارف بقى تأثير الأزمة الاقتصادية وحال البلد. أنت مين أنت؟ عرفت اسمي منين؟ بسيطة يعني يا معلم، اسمك عرفته من البطاقة، مش ناقصة غباوة. أنا يا سيدي صحفية في جورنال الرأي الآخر، اسمي سارة محمد السعيد. هو فين محمد السعيد؟ كان على نفس السرير في نفس المستشفى، الله يرحمه. جايباني على نفس السرير ليه؟ عشان الله يرحمني؟ يا عم احمد ربنا، ده انا عشان اجيبك على نفس السرير دفعت 120 جنيه من لحم الحي، ده غير الاكراميات والشاي والقهوه. انا عارفه ايه اللي خلاني دفعتهم؟ بقول لك ايه، انا مش هسيب حقي، انا هاخد 120 جنيه دول بالنسبه لي ثروه. بقول لك ايه، انا عاوز اطلع من هنا. تطلع تروح فين؟ عاوز امشي. اهدى اهدى، هو دخول المستشفى الحكومه زي الخروج منه؟ وبعدين الدكتور قال ان انت لازم تستريح يوم كامل بحاله. وبصراحه بقى عايزاك تحكي لي ايه اللي حصل معاك، مش يمكن كده اطلع بحوار جامد واخد مكافاه 120 جنيه واعوض ال 120 جنيه اللي دفعتهم؟ اسكتي اسكتي شويه، بوقك ده وجعني اكتر من يدي. انا عاوز اطلع. مش هينفع. عايز امشي. مش هينفع. ريحيني، عايز امشي. يا عم قلت لك مش هينفع، احمد ربنا، ده انت كنت هتموت فيها. وما بموتش،
كل مرة يقولوا لي كنت هتموت يا فارس وما بموتش. يا بوي احنا رايحين نفرح مع البنت مهجة في حنتها شوية. وماله؟ بس ما تعوجوش. لا لا مش هنعوج يا بوي. يلا يا بنت رحبي. استنى انت يا زكريا. خير؟ كل خير بإذن الله. أنا دهاني بلغ زكريا بيه سيف العزازي واقف على الباب وعايزه. عايز يا سيف؟ ما تقلقش يا زكريا، لو كنت بلغت الداخليه كان هيسيبوك كده، كان هييجوا يدغدغوا عليك الباب. انا جالك بالحب يا زكريا. تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على السلامة يا حازم. ألف حمد لله على سلامتك، إن شاء الله هتبقى كويس. الله يسلمك يا هايدي. هو إيه اللي بيحصل يا ماما؟ وإزاي عبد الله ابن عمي يسيب حد من رجالته يضربني بالنار؟ عشان ما بقالناش حد. بقينا لوحدنا. عشان كده عايزك تخف بسرعة وتقوم تاني تقف على رجليك. طمني. حاسس بإيه دلوقتي؟ مش حاسس برجلي خالص. معلش عشان لسه تعبانة، بس هتخف وهتقوم وترجع تجر شكلي زي زمان. خدي ردمتي. حاضر. ايوه يا عز، انا هايدي. ايه ده هايدي، ازيك؟ طمنيني على حازم اخويا، اخبار صحته ايه؟ ليه وانت عرفت منين؟ بس احنا بعد ما قرينا الكلام اللي بيتقال على زكريا في الجرايد فقلنا نروح القصر نطمن عليكم وعرفنا اللي حصل. هو ايه اللي بيتقال على زكريا في الجرايد؟ انت ما تعرفوش؟ الدنيا مقلوبه. ده قايلين ان هو قتل ضابط وهربان. صلي على سيدك النبي محمد. عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. انا شغلتي بقى ان انا اعرف كل حاجه. وانا عارف جوازتك من ناديه. وابوك زين الله يرحمه كان عارف هو كمان، بس قال لنا ما حدش يتكلم معاه، سيبه هو يعرف غلطته وهيصلحها. وانت جاي لي يا سيف؟ اكيد انت مش جاي تبارك لي على الجوازه. كل خير ان شاء الله. عايز تعرف مين اللي وقعك؟ تبص لهاشم الذهبي بعين تانيه خالص. هاشم هو اللي ورا حريق المخازن وتقليب العمليه اللي انت كنت عايز تعملها، وغالبا هو اللي ورا خطف اختك وابن عمك فارس، ومما لا شك فيه يعني هو اللي ورا وجود عبد الله في القصر. ايه اللي دخل عبد الله القصر؟ ايه يا زكريا ده؟ انت مش ابديت خالص كده. عبد الله بيه طرد الست والدتك ومراتك ومعت سلمى معاه وضرب نار على رجل حازم. اقعد 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 يا زكريا اقعد. انت لو اتحركت 10 خطوات من هنا البوليس هيقبض عليك. وبعدين ازاي هتروح القصر كده وانت مش متعمر وجاهز بالرجاله؟ وافرض يعني بالصلاه على النبي انا جبت لك الرجاله، هيحصل ايه يعني؟ هيمشي ويجي واحد غيره. توم القصر ده موجود هيبقى مطمع لأي حد عايز يركب مكان زين العطار. اهدى كده وفكر وتصرف بهدوء يا زكريا. ليه الشك والريبة بس؟ ما أنا قلتلك
لو كنت بلغت الداخلية كان زمانه مدغدغوا الباب عليك وعليا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ده الحاج مهدي. اتفضل يا حاج. يزيد فضلك. السلام عليكم. وعليكم السلام عم مهدي. ازيك يا زكريا؟ اطلعي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقعد يا عم مهدي، اقعد. معلش سامحني واعذرني يا زكريا، انا كده كده كنت ماشي على طول عشان اكمل لك الطلبات اللي انت طلبتها مني يعني. فعاوز اقول لك الدنيا امان، قول اللي انت عايزه. امان. ده ظرف فيه شويه تحركات من اللي انت طلبتها مني، يعني تحركات عاديه، بس انا قلت يمكن تنفعك بحاجه. مفيش حاجه مش هتنفع، كلهم ينفعوا.